وللتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد احمد حمادي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد. بدايه، بعد قرار امريكا تعيين جيمس جيفري ممثلا خاصا لها في سوريا وتكليفه باحياء محادثات جنيف، كيف تقرؤون الخطوات الامريكيه في سوريا والى اي مدى تصب في صالح المعارضه السوريه بادلب؟ السلام عليكم، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. حياك الله. الموقف الأمريكي حتى الآن لم يتضح بالشكل المطلوب، ليس لصالح الثورة السورية، ولكن حتى الاستراتيجية الأمريكية. أمريكا لديها قوات في منطقة شرق الفرات وكذلك في قاعدة التنف، يعني 14 قاعدة أمريكية في سوريا. اليوم أمريكا تدعم قوات سوريا الديمقراطية عندما بدأت الحشود باتجاه المنطقة الجنوبية الغربية في حوران. الولايات المتحدة نفضت يدها من أي دعم لقوات الثورة السورية، واليوم حتى إدلب لم نسمع أي تصريح أمريكي حقيقي بأنها تقف ضد أي عملية عسكرية في هذه المنطقة المكتظة بالسكان التي تم تهجير سكانها من كل أنحاء سوريا على يد الروس والإيرانيون وكذلك النظام السوري المجرم. هؤلاء المهجرون الذين هجرتهم هذه الطائرات والعنف، اليوم الولايات المتحدة لم تقف بالموقف الصحيح من هذه الموقف. نرى هذا التأرجح بشكل كبير، ولكن تعيين جيفري وهو الدبلوماسي المخضرم والذي لديه خبرة في العلاقات العربية، اليوم لم نسمع يعني حتى الآن. هناك صحيح تململ أمريكي من أستانا وعدم حضور أستانا وكذلك عدم رضا تام عن عقد القمة الرباعية في اسطنبول بين تركيا وروسيا وألمانيا وكذلك فرنسا. الولايات المتحدة اليوم تقف يعني كما قال لافروف ضد الخيارات الروسية، يعني هناك تنافس روسي أمريكي في هذه المنطقة، ولكن استراتيجية الولايات المتحدة حتى الآن لم تكن تصب في مصلحة الثورة. لو أن الولايات المتحدة تقف فعلا لمصلحة الثورة السورية ولجانب الشعب السوري لكان اختلف الموضوع بشكل كامل. طيب، قبل أيام قامت المعارضة بافتتاح معسكرات تدريب تحسبا لهجوم النظام المرتقب على إدلب، يعني ما إمكانية هكذا عمل عسكري في وقت تعد فيه تركيا لتزويد مناطق درع الفرات بالكهرباء؟ أمور الكهرباء والخدمة، تركيا تريد أن تبني قاعدة أساسية وبنى تحتية من أجل أن تكون هناك حياة أقرب للواقع في هذه المنطقة. أقامت المستشفى في مدينة الباب، افتتحت جامعة في منطقة الباب، وكذلك تزويد المنطقة في الكهرباء والخدمات، وكذلك إقامة شبكة من الطرقات التي تسهل تنقل الناس في تلك المنطقة. أما منطقة إدلب اليوم يعني التطمينات والتهديدات موجودة، التطمينات التركية، ولكن حتى الآن اليوم من تصريحات لافروف نشتم بأن رائحة حتى الآن لا يوجد أي تفاهم تركي روسي حول هذه المسألة. الأبواب مفتوحة على مصاريعها، مفتوح أبواب الحرب وأبواب التفاهم، ولكن حتى الآن لا نعلم مدى التفاهم الروسي التركي وإلى أين سيصل. هل سينقذ الشعب في هذه المنطقة أم سيعيده إلى دائرة العنف والقتل والتهجير مرة أخرى؟ الحكومة البريطانية اليوم أوقفت برامج المساعدات في مناطق المعارضة السورية، هل سيؤثر ذلك على حاضنة المعارضة الشعبية قبل المعركة المرتقبة؟ الأموال والحالة الاقتصادية لم تؤثر يوما على المبادئ. الشعب السوري في هذه المنطقة وفي كل سوريا، رغم أن يعني خسارة الأرض لا تعني خسارة الفكر، ولكن اليوم هذه المنطقة التي هي بحاجة فعلا إلى المعونات الإضافية، خاصة إذا علمنا بأن قوات النظام والروس استهدفوا المشافي واستهدفوا البنى التحتية، ولكن أي تقصير أو أي إيقاف لأي مساعدات إن كانت أمريكية أو بريطانية أو من أي دولة في العالم فعلا ستؤثر سلبا على صمود الناس وعلى إمكانية العيش في هذه المنطقة. يعني هناك الأطفال اليوم يعيشون
بدون علب حليب اليوم، بدون أدنى مقومات الحياة. يعني الشعب في هذه المنطقة يعيش حالة يرسى لها بعد حصار أو حرب 7 إلى 8 سنوات. العقيد أحمد حمادي الخبير العسكري السوري، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.